الى اللعبه السلام بسيط وتقدر اي واحد يديرها. قبل ما كتبدا اللعبه قبل ما كدير لاي واحد كدير شويه ديال الصاق على هاي المرايه فاش كدير الصاق في الوقيته اللي كتبين راسك حاليا غتخشي 10 تلاف يديك ان شاء الله في ديك اللحظه راك انت كتخرجها من يديك وكتلصقها من المرايه. عشان الترافين تلصقات كاش حل يدك فوقاش اللي كاش بغيت تجبدها كتسد يديك في نفس اللحظة كتجبد 10 الترافين من وراء يديك كتبينها في حليلة خرج الشيء من وسط احنا غنعاودها كما كتشوف 10 الترافين من وراء يديك كنحل يديك اللي كان بغيت تجبدها كما كتشوف كنجرب على صبعي كنبين في حليلة خرج الشيء من وسط. كيف ما قلت لكم اي لعبه ما فهمتوش ليها في المره الاولى عاودوا الفيديو بزاف المرات حاولوا ضروري ديما تعاودوا قدام المرايه 40 مره حتى تتقنوا مزيان عاد ديروها قدام الناس. هذا هو الشرط الاساسي. حتى لهنايا الحلقه ديالنا سالات. ترقبوا حلقات مازال جايين في الطريق وما تنساوش تابونوا في لاشين وتتابعونا في فيسبوك وفي الانستغرام وتهلاو في راسكم.